متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية. تتأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي مع احتمالية لهطول لزخات من الأمطار الرعدية والغزيرة في بعض المناطق، مع بقاء الأجواء حارة في مناطق عديدة من المملكة. نستعرض إياكم صور الخرائط الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي تشير إلى وجود غيوم كثيفة في مناطق متعددة من المملكة تهطل على إثرها زخات من الأمطار، وهي نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر به مناطق عدة من المملكة، جنوب وغرب وشرق وجنوب غرب المملكة بإذن الله. نستعرض الآن خرائط توزيع درجات الحرارة في المملكة. كما نلاحظ من الاثنين وحتى يوم الأربعاء تتسع رقعة حالة عدم الاستقرار الجوي اللي بتأثر في المملكة، كما نلاحظ هطول لزخات رعدية من الأمطار في جنوب وشرق وغرب ووسط المملكة يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء، وأيضا يوم الأربعاء زخات من الأمطار غزيرة ورعدية كما نلاحظ في هذه الخرائط. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور في العاصمة الرياض، احتمال زخات رعدية من المطر، درجات حرارة 25 مئوية، الرطوبة 28% وسرعة الرياح 4 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة لثلاث أيام القادمين في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء بين 38 و25، يوم الأربعاء بين 38 و24، وأيضا احتمال لهطول زخات من الأمطار رعدية، يوم الخميس بين 38 درجة مئوية أجواء حارة و24 مئوية أجواء صافية بتسجلها ليلا بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى اللقاء.